يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين. مرام فتاة سعودية تمكنت من تأسيس مشروع خاص بها، استوحت فكرته من المطبخ الإيطالي. كيف كانت لإقامتها في إيطاليا دافع أنها تؤسس مشروعها؟ خلونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة مرام عبد الله الهلال. ومساء الخير أستاذة مرام. الله يمسيك بالنور والسرور، يا هلا وسهلا، تشرفنا والله. أستاذة مرام، بداية بس لو نتعرف عنك. اسمي مرام الهلال، أم وزوجة وسيدة أعمال، يعني ناجحة في حياتي الحمد لله، وأحاول دائما أن أكون بأفضل حال. حقيقة زوجي شريكي في العمل وأحد أهم الداعمين لي أيضا لنجاح هذه المؤسسة. أستاذة مرام، مشروعك له ارتباط بإيطاليا وأنت عشتي يعني فترة من الزمن في إيطاليا، تحدثيني عن مشروعك. والله كنا مقيمين أنا وعائلتي في إيطاليا لمدة 5 سنين، وحبينا من يعني ثقافة البلد وثقافته الغذائية تحديدا يعني، فحبينا احنا نطلع أكثر. كنا نروح أنا وزوجي ونزور المزارع، القرى، نتعرف على الثقافة الإيطالية الرومانية الصحيحة. من هذا المنطلق اكتشفت انه في شغلات يعني مفقوده بالمطبخ الايطالي عندنا، فتوجهنا للمحلات الكبيره والشركات الرائده في المنتجات الايطاليه البيور والنظيفه. من هذا المنطلق بدات حكايه المؤسسه. عارفه استاذه مرام، يمكن بعض المرات لما الانسان يوصل لدرجه معينه من الثقافه، يعني انتم كل منتجاتكم بيور، يمكن المطبخ الايطالي يعني قبل الهواء كنا نتكلم يمكن انه مظلوم هنا موجودة جداً. أو في بعض الأماكن يكون مطلوب. صحيح. إيش يتميز فيه المطبخ الإيطالي واللي جذبك فيه فعليا حتى أنك بديتي وعندك كل هالحماس أنك تنفذين فكرة المشروع حقك؟ والله شوف، المطبخ الإيطالي يعني أنا دائما أتكلم عنه أنه عالم، وعالم يعني بسيط جدا وسهل ولذيذ وصحي أيضا في كل النواحي. يعني هي بداية الموضوع كانت أنه أنا لما زرت إيطاليا وقمت فيها اكتشفت أن المطبخ الإيطالي عندنا هنا مختلف تماما عن ثقافة المطبخ الإيطالي في إيطاليا الصحيح الروماني الصحيح. فمن هذا المنطلق يعني بديت أكتشف أنا ليش مختلفين، وليش الإيطالي عندنا اللي احنا تعودنا عليه اللي هو الصوص الكثير، الباستر شوي، النكهات اللي مش واضحة تحديدا. دائما عندنا نكهة تلاقين البانة والكريمة هي الواضحة دائما السائدة في الباستا وأطباق الإيطالية عموما عندنا هنا في الرياض أو في الخليج عموما. هناك لا، تعتمد على نكهات معينة وبسيطة وسهلة، يعني مكونين ثلاثة تكون لك طبق باستا إيطالي أو أي طبق آخر نقي، ومن ناحية الغذائية يعني عالي جدا وقيمته، ومن الناحيه الماديه سهل وبسيط جدا. طب استاذ مرام، خليني اجي لك شوي من ناحيه النقي. انتم تركيزكم اكثر على المنتجات تكون نقيه، تشرحي لي هذه الفكره وتضربين بعض المنتجات، ايش تقصدين بالنقيه؟ بالنقي يعني شوفي، النقي بمعنى انه خالي من المواد الحافظه، خالي من الالوان، خالي من التجفيف مثلا اللي بالمواد، او لا هو كله معرض. مثلا عندك منتجات عندنا مجففه مثلا، ايضا مجففه بالشمس، ما في اي اضافه، هي تقطف وتجفف وتمر بمراحل تجفيف طبيعيه. بمعنى مثلا عندك محضرات الحلويات عندنا، لا ما فيها الوان، ما فيها صبغات، دائما المكون الاساسي له مثلا بالفستق مثلا يكون 50% الى 60% معجون. وصبغات، اذا بنتكلم على الصبغات نضرب مثال، مثلا صبغه الكركم الطبيعيه هذا كحد اقصى، ما في صبغات، ما في ملونات، يعني احرص على هذه النقطه تحديدا. الزيت الزيتون مثلا يكون اكسترا فيرجن صحيح، نسبه حموضته نازله، واللي 1% كحد اقصى عشان يكون، عشان نتكلم انه هو بيور، يعني في نسبه حموضه حنتكلم عنها، وانه يحفظ بطريقه صحيحه، بطريقه صحيحه، اي مش ببلاستيك او هذا. اي عارفه يعني أستاذة مرام، يمكن أنت عندك تجربة وأنت صاحبة مشروع، كيف كان إقبال الناس عليكم بالذات أنتوا يعني المنتجات صحية نقية؟ صحيح. هل لاحظتي يعني الإقبال كيف كان، وهل لاحظتي فعلا في وعي الناس تدقق مثلا طريقة حفظه؟ بعض المرات حتى زيت الزيتون إذا ما كان مثلا الجرة تكون لونها غامق، تحسين الناس يدققون على هذه الأشياء؟ صحيح. ممكن تكون صغيرة لكنها مهمة جدا في حفظ هذه المواد. هي والله شوف، بالبداية بداية المشروع أنا لي 2 سنين وشوي بالمشروع هذا، بداية الموضوع كانت بالنسبة لي يعني إصرار، أنا كنت أبغى أوصل هذه المعلومة. كثير كانوا الناس حولي يقولون صعب أنك تغيرين ثقافة، يعني تعتبر ثقافة مجتمع، يعني
يعني تحديات هذه ممكن يعني أقول يعني هي كان تحدي بالضبط. يعني كنت أشرح أظل أشرح أعطي للزبون المعلومات الصحيحة بواقع خبرة يعني. لحد ما وصلت الآن إلى مرحلة أنه فعلا الزباين أو شريحة كبيرة من المجتمع لا تثق بهذا المنتج وتعرف أنه مختلف ومن ناحية تجربة طبعا. طيب أكيد إنه المنتجات صحية ونقية. كيف تحرصين يعني تجيبيها كلها من إيطاليا؟ كيف تحرصين إنك تحافظين على نقاوتها بالذات إنها تجي طازة؟ يعني حتى وإحنا نتكلم قبل الهواء في أشياء تخلص من عندكم عشان أنتم ما تكون مجمدة مثلاً ولا زي ممكن في شبيهة لها. صح. لا أنتم تحرصين إنها تكون فريش وموجودة عندكم. كيف تحافظين أنت عليها؟ يعني إذا إحنا نتكلم عن المبرد مثلاً مثلاً نأخذ مثلاً في جبنة كمان الأجبان مثلاً المبردة إذا أنت تقصدين نقلها أو هذا لا هي تنقل نقل مبرد وتنعمل يعني في اليوم نفسه هي تعد في المصنع وبعد ذلك تطلع بعد ليلة تقريباً تشحن ياخذ شحنها يمكن 24 ساعة لحد ما توصلنا إلى المحل. طب ونقل مبرد طبعا توصلني المحل تحفظ في الثلاجة. أنا عادة قبل نهايتها مثلا بأسبوع بكذا أفضل أنه خلاص يعني هنا نكون يعني مفروض أن احنا بعناه والحمد لله ما قد صادفت مرحلة أنه يبقى على الانتهاء أسبوع ولسه ما انباعت الحمد لله. خليني أجيلك شوية أستاذ مرام. يعني أنت جيت على الوتر الحساس اللي عندي البهارات إيطالية. صحيح. يمكن أكيد الستات البيوت لما يروحون يقولوا لك في إحنا ممكن نشوف في السوبر ماركت بهارات في كل مكان معلقة. صحيح. ممكن يقولوا لك إيش يميز البهارات اللي عندكم؟ صحيح. هي مستسمى عندنا ببهارات هي فعليا أعشاب مجففة يعني مش مطحونة تماما. لا هي تشوفينها يعني تقدرين فتميزينها بمعنى آخر يعني تقدرين تشوفين البصل الأخضر المجفف. تميزينه تقدرين تشوفين طماطم مجففة تقدرين تميزين الألوان ألوان الطبيعة اللون الأخضر الطبيعي اللي هو النقي الطماطم لونها الأحمر النقي عندنا مثلا في أعشاب مجففة أو بهار بما يسمى بهار فيها كمأة مجففة أو ما نسميه احنا بالعامية الفقع كمأة إيطالية مجففة هذا بهار يسمى أصلا في إيطاليا ببهار الملوك وأعشاب الملوك لأنه كان يستخدم طبقة يعني معينة من الشعب يحتوي على فقع مجفف يحتوي على طماطم مجفف يحتوي على أعشاب مجففة اللي هي المعتادة الأوريغانو والريحان طبعا لأنه ينتج في مزارع خصبة أرضها وهكذا ويمر بمراحل معينة شركات هذه كبيرة والمصانع تكون يعني هذا ينتج لك بالنهاية بهار ممتاز وطبيعي. طيب أستاذ مرام تسمحي لي أسألك إيش أكثر صعوبة فعلا وأكثر تحدي واجهك من الزبائن اللي يجوكي؟ والله شوفي يعني يجيك احد لابد ما يجيك احد يشكك بمصداقيتك وهذا شيء لازم موجود في المجال يعني لابد ما يجيك لكن الحمد لله انا ما قد صادفت احد طلع من عندي وهو مش مقتنع لانه دائما الحجج كانوا يشككون في ايش مثلا زي يعني مثلا انه لا ليش مثلا انت تقولي لي انه نقي وانه من ايطاليا وانه في منتجات كثير نقيه دائما الحجه عندي انا انه ثقافه قراءه ما خلف المنتج المكونات ضعيفة عندنا يعني أنا أخذ منتج ما أقرأ اللي وراه أتكلم عن الزبائن مثلا لا دائما أقرأ اللي وراه وبعدين حاججي التاجر أو هذا دائما حنا ما نقل مع أنه ترى موجود هنا المنتجات كلها في البلد موجود عليها مكونات وراء لكن ما نقرأ لو قرينا عرفنا فرق بين المنتج هذا والمنتج الآخر فرق شاسع نعرف من ناحية المكونات المواد الحافظة الألوان كله كمان كنت أتكلم معك قبل الهواء يمكن مثلا نضرب مثلا زيت الزيتون كل ما يكون نقي تقدر مثلا الوحدة انها تستفيد منه يعني لازم يركزون بعض المرات على احنا نقول بيور او يكون بكر صحيح. يعني كل ما اهتموا بالمنتج وجودته كل ما خدمهم هم كمان صحيح ترى هي الفكره انه المنتج يمر بمراحل ترى يعني عندنا مثلا زراعه الزيتون مثلا في ايطاليا الزراعه الارض اللي مزروع عليها الماء اللي يسقى فيه هذه كلها مراحل لازم تكون موجودة عشان يطلع لك منتج بالنهاية نتكلم أنه نقي وأنه جيد وأنه عالي الجودة هذا نتكلم مثلا إحنا لا نوقف على الشغل نروح ونوقف على المصانع هذه أنا وزوجي ونهتم بأدق التفاصيل لا زراعته كيف يسقى من أي مياه لا هنا مياه الأمطار تختلف عن مياه السقيا المعدنية يعني تختلف هذه الأشياء يعني تفاصيل بسيطة يمكن ما تخطر على البال ومهمة جدا هي أساس إنتاج المنتجات هذه اللي نتكلم عنها النقية عشان نقول عنها نقي عشان نقول ما في إضافات هذه الفكرة. طب أستاذة مرام أنت كمؤسسة لهذا المشروع برأيك إيش هو خطوات المشروع الناجح؟ والله شوفي أنا بالنسبة لي كتجربتي الإصرار
والمبدأ إنه أنا لا أنا أقدر، أنا أقدر أثبت اللي عندي، أنا أقدر أثبت مبادئي، أنا أقدر أعمل. يعني هذه الفكرة اللي كانت عندي، يعني كونك إنك تدخلي على المجتمع تغيرين ثقافة غذاء، يعني هذه بحد ذاتها يعني تحدي كبير. بس أنا كان في بالي إنه لا حلاقي ناس، لابد ما في ناس مستاءة، لابد ما في ناس تفكر إنه لا في شيء مفقود بالمطبخ الإيطالي. لا الحمد لله، يعني كان في الإصرار، أتوقع أنه هو الإصرار وثقة، ثقة إذن أثق باللي عندي. وبناتي جسر ثقة بينك وبين العميل. إيه أنه أنا لازم أستوعبهم ولازم أفهمهم، لازم أفهم أنه أنا يعني لابد أنهم يشككون في مصداقية المؤسسة، لابد لأنهم هم ما جربوا هذه التجارب من قبل. فلا مانع أنها تقول وأرد عليها إلى ما له نهاية. طيب أستاذة مرام، أنت قلت أنك أنت بديتي في الإنستغرام. صحيح. ونمى هالمشروع بدال، يعني هذا اذا دليل انه في تقبل من الناس. صحيح. وصار زي المحل عندكم. صحيح. فالتجربتين فيها اختلاف كبير كثير كثير. يعني انا كنت اتكلم اول افتتاح المحل ما كنت اتوقع ان عندي طبقات من المجتمع هذه اللي كلها تثق بهذا المنتج وتجي تتعنى له، احيانا يجيني من مدن بعيده يعني جايين للافتتاحكم. فهذا كله يعني اعطاني دافع انه انا فعلا حققت الانجاز المطلوب، ويعني اللي كنت أطمح له حقيقة. طيب ما هي طموحك ومشاريعك المستقبلية إن شاء الله؟ والله أنا أتمنى أني أصل إلى شريحة أكبر من اللي أنا وصلت لها، وحقيقة ما في الآن ما في سقف للطموح بالنسبة لي، بس أعتبر نفسي حققت 70% يمكن من الطموح اللي أنا. أكيد أستاذ مرام، يعني إحنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك مرام عبد الله الهلالي، شكرا لك. الله يسلمك، يا هلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، بعد هذه الفقرة برنامج سيدتي مستمر، لكن بعد هالفاصل.